التالي العرض العادي. هذا الصيف لما لا تأتون إلى الجدول لقضاء إجازة لا تنسى؟ اذهبوا في جولة بالدراجة مع أصدقاء جدد، استمتعوا بالآيس كريم عند شجرة المقايضة، ونعدكم بأنه لا يوجد نحل. حسناً، هناك بعض النحل ونحن على بعد مسافة قصيرة من الشاطئ، لذا تعالوا وانضموا إلينا مع كريغ من الجدول طوال الصيف يومياً في الأوقات التالية على كارتون نتورك. هيا نتعلم كيفية رسم بانتن. وجه بان يتكون من زوايا وجوانب أربعة. موضع شعره وأذنيه منخفضان بالنسبة لرأسه، وشعره يتشكل من خطوط متعرجة ومقوسة. لديه أربعة خصل من الشعر فوق رأسه هكذا. عيناه أشبه بمربعات مستديرة، وأضيف حواجب بزوايا حادة. والآن حان دوركم، استمروا في مشاهدة كارتون نتورك لتتعلموا رسم المزيد من شخصياتنا. المنتهى بلا حدود على موقع كارتون نتورك. جميع مقاطع الفيديو المفضلة لديكم متوفرة الآن على موقعنا. زوروا cartoonnetwork.com. تأهبوا واستمتعوا بالمشاهدة. استعدوا، نختار كانون بول. تمنى أي شيء تريده. أي شيء؟ أي شيء؟ أي شيء؟ أي شيء؟ المرح لا ينتهي على كارتون نتورك. بعد الفاصل المزيد من العرض العادي على كارتون نتورك. طال المناخ دليل توفير الطاقة. هل تعلمون أننا نستخدم الطاقة بكل شيء، من الطبخ إلى الإضاءة إلى تشغيل الأجهزة؟ أول قاعدة في توفير الطاقة هي فصل الأجهزة التي لا تستخدم. كلنا نملك القدرة على توفير الطاقة بإطفاء الأشياء عندما لا نستخدمها. المزيد على cartoonnetworkmina.com. انضموا اليوم إلى أبطال المناخ وابدأوا بتغيير العالم. التالي جامبول. أبطال المناخ دليل التدوير للأفضل. أتعلم أن التدوير للأفضل رائع لحماية كوكبنا؟ التدوير للأفضل هو أخذ شيء انتهيت منه وجعله مفيداً لك أكثر، كتحويل العبوات الصفيح إلى أصص زرع أو فوانيس. بدلاً من شراء أشياء جديدة، يمكنك إعادة تدوير الملابس والألعاب القديمة لكي تصنع شيئاً جديداً. المزيد على cartoonnetworkmina.com. انضموا اليوم إلى أبطال المناخ وابدأوا بتغيير العالم. استعدوا للاستمتاع ببرامجكم المفضلة التي ستستمر ليوم كامل. عيشوا مغامرات لا تنتهي وتشويق لا ينتهي ليوم بأكمله. كل شهر ستنضمون إلى مغامرات جديدة من برنامج رائع. لا تنسوا طيلة يوم السبت في هذا التاريخ على كارتون نتورك. بعد الفاصل المزيد من جامبول على كارتون نتورك. أصدقاء، لننضم إلى نادي الممتع. ويجب أن نختار بسرعة. ما رأيكم في نادي الغناء؟ أذني. حسناً، ماذا عن نادي الفضاء؟ واو، يبدو مذهلاً. وغيرت رأيي، نادي العلوم؟ تبدو أنها فكرة سيئة. نادي النوم؟ ممل جداً. أنت محق. حسناً، وجدتها، نادي الإفطار. جيد. لا شيء أفضل من تناول الطعام ومشاهدة برامجنا المفضلة طوال الصباح. هيا نحضر الطاولة. لذا هيا ننضم إلى أروع نادي في المدينة، نادي الإفطار، كل جمعة وسبت في الأوقات التالية على كارتون نتورك. التالي وقت المغامرة. أبطال المناخ دليل استعادة الطبيعة. هل تعلمون أينما نعيش يمكننا القيام بمساعدة البيئة؟
أولاً علينا معرفة ما تحتاج إليه بيئتنا لتبقى سليمة، ثم علينا معرفة المخاطر كالقمامة أو التلوث، وهل نحتاج إلى الحفاظ على شيء كالزهور أو الماء أو الحياة البرية؟ المزيد على cartoonnetworkmina.com. انضموا اليوم إلى أبطال المناخ وابدأوا بتغيير العالم. لنبدأ بالرسم. رسم جي بي ممتع حقاً. استخدم خطوطاً مستقيمة وأخرى مقوسة مثل هذه لنعطيه أكتاف، ثم نذهب لشعره ونرسم هذا التعرج. فمه كنصف دائرة، عيناه دائريتان صغيرتان مقارنة مع رأسه، جفونه وحواجبه تبدو أغمق وأسمك. ثم نضيف قميصه بشكل حرف V. هكذا يرسم جي بي. استمر في متابعة كارتون نتورك لتتعلم المزيد عن كيفية رسم شخصياتنا. هل أنت كارتونر؟ شارك في اختبارات كارتون نتورك الجديدة كلياً، واكتشف مدى معرفتك بعروضك المفضلة. قم بحل أسئلة المعرفة واستمتع بالاختبارات الشخصية والمزيد. توجه إلى cartoonnetworkarabic.com. جميع المتسابقين في الحلبة، مستعد؟ ثابت؟ انطلق! إنها بومرانج ميك أند ريس 2، لعبة سباق شخصياتكم الكرتونية المفضلة عادت مجدداً مع فرق جديدة كلياً. مزيد من السيارات لتختاروا منها ومزيد من التحديثات المذهلة. فلنبدأ السباق إذاً. فقط لا تنسى خوذتك فستحتاجها. كن أول من يصل إلى خط النهاية مع بومرانج ميك أند ريس 2، متوفر الآن مجاناً في متجر التطبيقات. التالي العم جدو. أيها الأصدقاء، حان وقت حفلة الرقص. هل تظنون أن بإمكانكم الرقص مثل ريتشارد؟ إذن هيا قفوا وقلدوا حركاته. بعد الفاصل، المزيد من العم جدو على كارتون نتورك. أنا أحب بيست بوي، والآن لنتعلم كيفية رسمه. لنبدأ برسم أذنه الحادة من الطرف والأذن الأخرى. جانب رأسه الأيمن يتجه باستقامة للأعلى وينتهي بثلاثة أطراف شعر. والآن أضف غرة الشعر، غمق بعض الخطوط وحدد الرأس. أضف الحواجب التي تبدو مثل المستطيل والعيون التي تبدو دائرية من الأسفل ومسطحة من الأعلى. والآن الفم لنعطيه ابتسامة عريضة. ولنذهب الآن ونرسم ونغمق بؤبؤ عينه. نسمك بعضاً من الخطوط وانتهينا. والآن يمكنك رسم بيست بوي. استمر في متابعة كارتون نتورك لتتعلم المزيد عن كيفية رسم شخصياتنا. من جميع أنحاء العالم، توجهوا إلى cartoonnetworkmina.com. انضموا اليوم إلى أبطال المناخ مع كارتون نتورك وابدأوا بتغيير العالم. We'll be right back.
الخطط الشريرة دائما. هناك العديد من الطرق للحد من الهدر. أتذكرون حين جاءت كلسي وكراك لتذوق طعام اللذيذ؟ استخدمت أطباقا وأدوات فضية حقيقية بدلا من الورقية والبلاستيكية، فهي أفضل لصحة البيئة وراقية. إن طلبتم الطعام من الخارج، أرفضوا بتهذيب الأشواك وأدوات التعبئة والتغليف البلاستيكية التي سترمى في مقالب القمامة ومجاري المياه. إفادة التقليل تخفف انبعاثات الكربون وتمنع زيادة التغيير المناخي، وهذا جيد من أجل صحة البيئة والناس. الأقلام والألوان جاهزة لأننا سنتعلم رسم بات جيرل. لنبدأ برسم أذني بات. رأسها يبدو مطاولاً وبذقن رفيع، أنف رفيع وفم سعيد، وشعرها مموج للخارج هكذا. غمق بعض الخطوط. عيناها تبدو مثل شكل قناعها. لديها رموش كثيفة ولا يمكننا نسيان شعار الخفاش. والآن جاء دورك، استمر في متابعة كارتون نتورك لتتعلم المزيد عن كيفية رسم شخصياتنا. أبطال المناخ دليل البلاستيك. أتعلمون أن البلاستيك من صنع الإنسان ومصمم ليدوم لفترات طويلة؟ تصنع ملايين الأطنان من البلاستيك سنوياً. المشكلة هي أن معظمه يلقى في النفايات. البلاستيك ينتهي في الأنهار والمحيطات ليضر بالطبيعة. هناك طرق نساعد بها كإعادة التدوير. المزيد على cartoonnetworkmina.com. انضموا اليوم إلى أبطال المناخ وابدأوا بتغيير العالم.